انا ما اقدرش انفي ان كل البشر اللي موجودين على كوكب الارض جم من ذكر وانثى فقط. ما اقدرش انفي الكلام ده، عمري ما اقدر انفي، لكن اقدر اقول انه دراساتي الحاليه لا ترجح صحه الكلام ده بتفسيره النصي. تفسيره النصي كده ان هم اتنين بس على الكوكب وما فيش غيرهم، دراساتي حاليا لا ترجح صحه الكلام ده تماما. تمام، لكن هل الاثنين دول ممكن انت تفترض انهم كانوا موجودين ضمن مجموعه؟ وفي علماء دين كتير بيتكلموا في الكلام ده، يعني فسروا الكلام ده وما عندهمش بشكل متماشي مع النظريات العلميه وما عندهمش اي مشاكل وعايشين حياتهم. احنا دايما الناس دي ما بتتكلمش. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مش عارف الناس دي بتيجي منين وبيقول الكلام ده استنادا على أي رأي، يعني ده مخالفة للقرآن، يعني صريحة، مخالفة صريحة. ده أنت لما تجيبها كده من البداية كده، ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ده في بداية الخلق ربنا بيقول للملائكة سأجعل خليفة في الأرض، اللي هو سيدنا آدم عليه السلام. وكل الآيات بتتكلم عن آدم وحواء: يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم، كما أخرج يا بني آدم، احنا كلنا من بني آدم، والأخ اللي بتكلم ده برضو من بني آدم، في حد تاني في الكون ده غيرنا، غير الحيوانات والحشرات؟ مش فاهم بيتكلم ازاي يعني، والله الواحد مخ يعني يتلخبط. ايه الصنف الثالث ده اللي عايش معانا على الارض واحنا ما نعرفش؟ لا ارجح ان يكون البشر اصلهم اتنين بس. ده ربنا قال: انا خلقناكم يا ايها الناس، الناس كلها، كل الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ايه الدراسات بقى اللي اثبتت لك انه البشر دول جو من حد تاني غير ادم وحواء؟ دراسات ايه دي؟ عايزين نشوفها يعني، عايزين يا بحر العلم يا ترعة المفهومية. لا حول ولا قوة الا بالله.